سباتني مشاو عند الناس يقول لها سبات سباتك، فين سباتك؟ ما جبداتكش، حنا كنهضروا على طريق كل حيت صاحبك كان صاحبنا. كنعرفكش انا كاع اصلا. شوف شوف اخوتي اخوتي. هاي 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 شوف شوف. قال لهم تصالحوا ولا شنو قال لكم؟ لا قلت لي انا طلعني في واحد الله مني طلعت مني شن منين طلعت انا ما كنعرفش اصلا الله. شوفوا 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 بنادم يهضر بالعقل وعان كما كنقولوا اللي خراز يتبع يتبع الغراز صافي اللي خراز يتبع الغراز. هاد السيده مزوجه بالعقد ديالها كبيضه ما داويش عليك داويين على دون صلاح وغيت او رضا شنو قولي طلع 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 يا رضا طلع راني صيفط له صيفط شو شو حتى هي ما والو لا واش طلعي بنتها ولي لي خدمت انا ما كيعجبنيش باش تكون لا 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 بلاتي 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 سمعيني سمعيني شو شو انا كنعرفها مزيان وصاحبتي وقبل ما تعرف هادو كاملين انا الاولى اللي كانت كتعرف ياك عمرني ما سمعتها كتهضر فيك اصلا ولا شي حاجه بالعكس نهار كان وقع المشكل مع معاك انتيا ومع مع شنو سميتها مع الخايده كانت بغات تطلع تدافع عليك انتيا كانت بغات تدافع عليك قالت لي واش كلشي تقلب عليها كانت بغات تدافع عليك دابا واش قلبوها ولا قالوا لها شي حاجه ولا عمروا لها الراس جي سي با شنو وقع مي انا كنعرف شو اللي كنعرف انا اللي كنت كنهضر معاها في الاول ملي كنا فريمون كنتلاقاو كنا ديما قبل ما يبدا البرنامج هذا البرنامج بدل بزاف ديال الناس حاج برنامج لا وصلتي كيوسخوا الصوره سميت قايده توسخات السميه ديال البرامج توسخات شي قالت لي داوت شي نويه انا كنطلع دا بغيت نسولك انا هذا سمحي لي نسولك واحد السؤال الله يستر عليك انا حسيت بك اختي داك الفيديو بحال اللي مضغوط عليك كتهضري وانت كتراعي يا صاحبتي واش داك الفيديو بصح مني ولا شي واحد بزاف شي حد قالك تقوليه ولا شنو كترى انا ما كنتش هضرتك هذيك قولي بزاف الحوايج ما بغيتش نهضر عليهم حتى من بعد وغنوضح في الفيديو فهمتي اه شي حاجه التليفون ديالي كتب بالله الا كان غير شتات التليفون غادي كانت صيفط لك رضا كانت صيفط الرضا والو رضا صيفط الرضا علاش قالوا لنا قبيله جاو قالوا لنا بان رضا دواء انا كنقول رضا راه صديق ديالك وكيبغيك انا قالوها لي شي قالوا لنا واخا انا نطلعك رضا ما صبنيش انا ماشي في اللايف راه كيشدني فين كنت ما كنتش في الدار كنت برا انا جاتني في شكل ملي قالوا رضا راه جا سبك وجا هضرك ما يمكنش رضا راه صديق ديالها وعندو عزيز انا هذا ومشاركين الطعام ومشاركين بزاف د الحاجات يعني ما يمكنش بنادم غادي يجي يهضر غير هكذا ولا بنادم يجي يقول لك دوي راه خصك تكون بعقلك ماشي تجي وتدوي وتهضر على بنادم ماشي بحال هكا وبغيت نقول لكم واحد الحاجه بعدا اخوتي انا كنعرف بزاف د الحاجات راه داكشي اللي كتبقاو تشوفوا كيكون كنجي انا وكنطلع زعما بنادم باغازا واش كنت طلعت شكون طلعت وما راه داكشي مدروس داكشي كيكون مدروس في الواتساب باش تصاري تصاري كلشي مدروس راه سنشوف اش متوقعك روبي في الفيديو سمحي لي ناديه انا دا علاش الا كانت متوقعه علاش درقوك قدروا وجههم قبل ما يطلع اللي كان صوت علاش درقوا وجههم هو طلع قبل ما يطلع درقوا طالع فوق كونت قال لك فوق كونت طلع صوت فما انا ما كنهضرش على شو 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 هما هما دايرين شوفي شو شو ماشي ديال هالبرنامج شو شو راهي هي مشاركه معاهم وشو شو 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 كيما كيعجبها الضحك وكيعجبها تبقى تضحك مع هذا وتضحك مع هذا لسون فوق تبقى هي دايره بحال ديك دايرينها كانوا دايرينها بحال ديك المغرق يعني واخا انا صاحبتها غنطلع دير معايا ديك القضيه ديال المغرق وان فينال انا خايف عليها ديك انا ما فهمتش صاري كل ديك النهار هضرت معاها قالت لي لا نادى صاحبتي ونادى عزيزه عليا اليوم ملي سمعتها كتهضر بحال هكا جبتي شوكي هضرت معايا غير فاش كان عندي الشكح واه هي شوفي تقلب عليك تانس والله ما عنديش الزهر انا مع البشر كاع دابا راه كاين شنو كيجيب لهم الله راه صافي ما بقيتيش انت يا راه كيقولوا كيقولوا راه كيقولوا راه سالات مع مع سالات مع ما سميتو راه مع نزار صافي سالات شكون اللي بين نزار شكون اللي عرفني نزار الزين ديالي كيعرفوا كاع تعدوا تعدوا حبر انت عارفاني ضعافي تصاحبتي انا راه مقيد ما بقيتش كنبان الزين ديالي برك حد ضعافي وتحبي بالخير هي اللي كتعضك فرقوا نمرتي اش حيت نوامر دخلوا عندي مصطاح فرقوا النمره ديالك والله حتى مصيبه اجي نقول لك اسماعيل اسماعيل دابا شوفي نقول لك الزين ديالي صافي دابا حملا عليك انت حبي دابا انت هي اللي كاينه وما كاينش شي حاجه اخرى اه باغي نديروا عليها
دابا بيني وبينك اسمعي انت كلهم كتعرفوه، ملي كانت كتحرشك غيتا القايده غيتا انت ما كنتيش كتعرف اصلا هذا، كانت كتحرشك كتطلع دير لايفات عليها، دير لايفات عليها وهضر وقول ليها قول لها انت ما كتعرفش اصلا هذه السيده وما كتعرفهاش تكون هي ولا شنو كدير. شافين نقولك شافين نقولك صراحه ديال ربي انا طلعت بزاف ديال المرات تثبت حيت انا باغي، ولكن شافين نقولك الا كان المشكل عند نادا مع غيتا، انا غيتا كانت صديقه يعني صديقه ديالي وما كندوزهاش فيها يعني فهمتيني في اي حاجه معهاش المكان، انا ما ندابزت مع شي واحد وما حقدت على شي واحد، انا متصالح مع كل شيء ولكن في نفس الوقت انا كنتعقد كل شيء واش فهمتيني الزين ديالي، فيما كتبان لي شي حاجه مشيت لها كنطلع كنهضر عليها عادي بحال ايتها الناس، ولكن اللي كنشوف انا حاليا دابا مثلا هذا المشكل اللي واقع لنا غير نهضروا حنا المشكل اللي واقع لنا ماشي ليا انا، هذا المشكل اللي واقع لنا انهم كلهم كانوا معها وفي نفس الوقت داروا عليها بحال الدوره ديال الكلب، قولي علاش انا على حسب ما بان لي انها ما بغاتش تطلع في اللايف ديال ساريكون حيت ساريكون قالت لها واش ما رضيتيش بينا، شوفي انا عندي شرح من اللحمه يخناز، انا ساريكون عزيزه عليا وكلهم عزازين عليا ولكن حنا نقولوا كلمه الحق واش فهمتيني نيشان. اذا هاد السيده هادي اليوم عاد ولات ما مزيانش، انتم ما عارفينش هاد الشيء هذا، انتم ما عارفينش هاد الافلام وانتم براسكم كديروا الافلام، اذا كل شيء عارف الافلام كاينين دابا حاليا ما كاين حتى شي موجب انتم غنركبوا فوق هاد السيده هادي وصلاتوا على النبي وكل شيء ولاد القحاب وكل شيء كذاب وكل شيء منافق وكل شيء دخل على الحشد الكامطه وعلى حساب لي زابوني يا حبي علاش شاريكم ما درتش يلاه فيلم قالت لك تخطبت لرجل الاعمال نسينا راسنا كل شيء حبي كيدير افلام عادي ولات غير هذا هي اللي كيتفرجوا انا عارف الناس ديالي الناس اللي كيتفرجوا راه عارف الناس كيديروا افلام راه ما يمكنش هذا الشيء هذا يكون بصح واش بغي دابا واش كاملين باغي نضي شوف كل شيء داير حقه في الانستغرام كل شيء داير حقه كل شيء حل فمه كل شيء يسب كل شيء قال كلام خايب كل شيء كيطيح الهضره بعدا هي ما كطيحش الهضره كيما كطيحها اما داك الشيء ديال القايدين الاخر بان الو حبي شوفي نقول لك هي شنو سميتها هي ما هي نضحكون نتعاودوا نضحكوا فين نقول لك الزين ديالك راه فيطا تاع هذا البيبليك هذا من حقه انه ينهار هذا النهار هذا ويطلع ينهار يعني عادي نورمال ان الناس دابا طلع وتسب وتهضر فنورمال السيده طلبت الاعتذار وطلعت على النبي على هذا الشيء اللي وقع فين كان هذا؟ هذا غاروا منها اكثر من قالت كندخلك دا وكندخلك دا لا شوفي نقول لك هي غلطت نورمالمون تي خصها تطلب الاعتذار حنا في لي لايفات كاملين ديال الناس اللي كيطلعوا هنايا في لايفات دائما كنكبوا على الموجه دائما راكبين على واحد واش فهمتيني دائما كاين واحد اللي حاني الراس وطالع فوق الاخرين يعني نورمال اليوم مره على صاري كل مره لا 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 بالحق لا ماشي كلشي ضدها مالها هي شنو بغات تكون زعما هي شيطان كلشي ولا ملاك كلشي ولا ملاك وهي شيطان فين كصلاح صلاح تبحية وعندها بنيه اختي وكتكبرها ومن حقها كتدخل فلوسها آه ودابا المشكله شنو كيقولوا سهام كيقولوا حنا ندخلوها للحبس ثلاث درجه السيده ما مزياناش باقي وليتو باقي ندخلوا بنادم للحبس وديك السيد اللي كانوا كيقولوا راه دخل الحبس السيد ما دخلش للحبس باردون السيد راه ما دخلش للحبس السيد راه هو في دارو راه ما كاينش بالحبس راه ما تدخلش كاع للحبس عيك دوب داكشي كامل مدروس خوتي كلشي كيتدرب في البريفي كلشي كيتدرب كروفيت اسمعي المعلومه اللي قالها بفمه قال لهم لو كان ضربتها بالصح لو كان دارت عليا شهاده طبيه ياك ودخلتني للحبس يعني هو عمره ما دخل للحبس ما دخل للحبس ماشي ديروا الذكاء معانا داو تنساو شويه شي حوايج اخرين خاص تثبتوا في الهضره صاحبي وكتبقى غير مراه وكتربي بنتها كما صاريت وكتخدم على بنتها كروفيتا اخويا دير ابتدى الحساب مالك اخويا على الحاس شكون الحاس ما كاينش لي اهل الحاس قدك انت انا ما عمري جيت ضد بلاتي ما نلعبوش ضرب واحد انا ما هضرتش معاك انا شي حاجه قلت لك ما لاباس بلاتي يا سيان بلاتي خليه يدوي انت كنت ماشي الحاسه هي راه عارفه اللي كاين بلاتي انا نعاود نطلعك سيان اسمع شوف اولا ماشي الحاسه انا اللي دويت معاها وانا اللي فهمتها كل شيء وهي عارفه اللي كاين اسمعني انا عاود نطلعك حبي سيان اسمعي خليني نهضر حيل وجهك خويا اهضر اسمعي اش غادي نقول لك انا نهضر في المنطق ماشي طلعت نادي حاسه ما نهضروا في المنطق تحاور انا وياك هذا حسي طلعات بلا ما تحسي لها الكابل ولا في المنطق ما كان لحس الكابل حتى شي واحد قلت باغي نحس الكابل دي بلوكي هنا دا انا نصيفط لها ميساج ما بقاش تقول لي ديك الهضره ديال الحسو باسكو راه صلاح بديت تهضر عرفت شنو كتقول تهضر معايا بالمنطق هضر بالمنطق اوكي انا راه هضرت معاك بالواتساب وقلت لك راه كنت عند دموعي على عيني ينزلوا بقاش تقول شي حاجه ماشي ما كايناش خليني ندوي
اول وثاني نحاس هذا نادى حسي هي راه عارفه راسها، نزار عارف راسه، الملولي عارف راسه، هادو اربعه والشكوحه هما اللي كيديروا هاد الافلام، هما اللي كيخططوا لكلشي. شوفي سمي اش غادي نقول لك، ماشي غادي تطلعوا غادي تشبكي علينا وغادي تبقى فينا، حنا كنهضروا في المنطقه. هذيك السيده دارت غلط، فهمتي البلان، دارت غلط، خرجات قالت لهم هاد الافلام. اولا استحمرت الشعب المغربي، انا ما كنكذبش، انا اللي فمي في مسالي استحمر الشعب المغربي، استحمر الشعب المغربي في هاد الانستغرام، الناس كيستحمروا، كلهم كيستحمروا الشعب. اسمعي، استحمرت الشعب المغربي اولا، وخرجت قالت لك انا مجوجه بنيزار، قالت لك انا مجوجه بنيزار وكذا وكذا، وكتخرج في عيني وقالت لك هي حامله. فين هو الحمل؟ حامله، ورينا هذا الحمل. خرجت قالت لك انا حامله، ما كنت كتكذبي، بغيتي ديري بناء على الناس. الناس ما غادي نعطيك واحد الهضره، ولكن كل شيء واش غير هي انت باش ما عرفتيش وحدين اخرين راه شادين افلام عليها، ما باش عرفتيش الاخر راه مصورها وكيستفزها وكيهددها، راه قلتها لك في البريفي، قلتها لك. اسمع الملولي، انا عارف وشاد عليها فيديو، ماشي تهلا، انا عارف كل شيء عارف، ولكن بغيت شي نقولوا عندي انا في اللايف، ولكن تضرب لي اللايف ماشي مشكل، خصني نطلع مع بلادي نوري البنات. الملولي شاد على نزار و حيدي لهم هذا، حيدي الماسك، حيدي الماسك واش طلع معنا، حيدي له الماسك. سمعي، شد عليها الملولي فيلم، علاش شد عليه؟ شد عليه فيديو، هو نادى حسي ونيزار شد عليهم فيديو. علاش دابا نيزار ما كيمشيش عند نادى؟ علاش؟ قولي لي جان تحاوروا دابا، لانه هو اللي مشى عند نادى حسي غادي يهز داك الفيديو غيلوح غيدير بوم. حنا الفيديو غنحرقوا له دابا، غنحرقوا له هاد اللقطه واخا يتلح ماشي دابا. هذا منظر بالنسبه لك انت، اجي نقول لك بالنسبه لك انت، راجل واحد زوج بوحده وباقي كيدير بحال هاد المنظر، هذاك راجل شكون خصنا نلومو؟ ها مثلا كنت غنطلعك اشرف وما غاداش نطلعك على ديك الكلمه اللي قلتي، كنت لحس انا سكتوا راه جيت نهضر، انا راه بزاف د الحاجات نقدر نقولهم، سكت. ديك تلحسي كلشي كيتلحس، كلشي كيبغي لي زابوني، كلشي كيبغي بني يطلع، كلشي ما بقاش تهضروا في هذه القضيه. هذه هذه القضيه وقاد حتى واحد، ثم براسكم اللي كتشوفوا شي موجه كتبغيو تطلعوا لها كما اي واحد. وانا ما كنطلعش في الموجات، كنت باغا نطلع في الموجات، غدا نطلع بقى نطلع مع طاري كول ونبقى نطلع معاهم ديما، وانا جلست تما نقرر نقول لها حبيبتي غزالتي ما شنو، وانا رابحه يعني قدام الناس، قدام الناس هما كيتفرجوا الناس. طلع لي هاد النادي حسون تحاور انا وياه قدام الناس، كل غير سكت لها اخويا طلع انا غنبغيش نسمع. ما تكونش اناني، ما تكونش انا، انت ديما كتوري واحد الصوره ديالك للناس، الناس كنعرفوك بواحد الصوره، ما تقلبش وجهك، خليك كما كنعرفوك يا صالح، خليك كما كنعرفوك. انا كنش كنقول لك اسمعني اسمعني، يلا طلع اخلي تحاور معايا، قسما بالله غادي يوقع شي حاجه هكا ولا هكا، غادي نوري شي حاجه ما تعجبش حتى شي واحد. انا كنقول لك يلا طلع، ما توقعش، طلع ونتحاور انا وياه الدراري. بنادم يتحاور كيما تحاورتي مع وحدين اخرين انت، هي علاش زعما هذا مالك وهذه ولا خيطان؟ تحاور مع امراه، باش ما تحاورش رجال، تحاور مع دوك اللي رجال، باش امراه. الغيط جاي من هنا، خليني ندوي، طلع وانا نسبه مورا ندوي معاه، طلع قولي شحال البلوك وطلع. اسماعيل فين هو اسماعيل؟ اسماعيل عن قولي شحال البلوك وطلع. اسماعيل هبط، سير عيط ندى، ناري هبطوا كاملين. اسماعيل عيط ندى في الواتساب، باترون اللحاسه بزاف عليك الزملولي، نكون لحاسه. سكت لحاسه، جيت لحست لك شي حاجه، كنضحك كنهضر مع الناس، كنهضر مع الناس مزيان، ما كاينش شي لحاس قدك شاد واحد حداك وقاس كتبروفيتي فيه. الحمد لله ما شدت حتى واحد كنبروفيتي فيه، بالعكس انا خليني ساكته لحاسه. الا جيت اخويا تلحست عليك، جيت قلت لك شي حاجه، وي مره قلت لك اجي طلع معنا في اللايف، قلت لك علاش كتدخل كتفرج في اللايف مخبى، طلع لنا الكونت عادي، كلشي كيبغي شي واحد يطلع له الكونت عادي. المخير هنا في هاد الناس كاملين اللي كاينين في هاد الانستغرام اللي كيتفرجوا، نجي نقول لاختي اجي ديري لايف، نجي نطلع لك اللايف ديالك ولا نطلع لك الكونت ديالك، عيفرح ولا غادا تفرح. كنبان لكم كنبنت لكم غير انا، انا دا عندي عزيزه وحتى واحد ما يجيني فوق منها، لانه واخا يكون بنادم عنده 10 مليون في الانستغرام ديالو، واخا يكون بنادم عنده مافين وصف هذا الانستغرام ديالو، ما غاديش يبدلني، حيت انا عندي وجه واحد، ما عندوش جوج وجوه، وانا باستطاعتي نكون نضرب هنا ونضرب هنا ونضرب هنا، مي ما كنضربش، انا ما عنديش 10 الوجوه، عندي وجه واحد، وعمرني ما غادا نتبدل، واخا مع شكون يجي، واخا يجي مع شكون ما غاداش نتبدل، حيت انا ما كنضربش بالظهر ديال صحاباتي. صحاباتي كيبقاو صحاباتي، بالعكس انا صحاباتي كلهم كنطلع بهم، كلهم كنعلي بهم، كلهم كنعرف شي معاشي، وكلشي كنبغي الكون ديالو يطلع، وكلشي كنبغيه. فينك صيفط ليا راه ما كتبان لياش،
باش نطلعك من هنا الفوق قبل هذه يجي الحاسه. انت انت بعدا انت بعدا يوشا ما خصكش كاع تهضر. شاد الراجل مخليه مبعدو على مرته وقالت كتستبدو بديك الفيديوهات ومخلي حدا كتقول له خليك تتصور معايا ما شحال من فيديو. عاد باغي انت عاد باغي انا راه ما كتهمنيش تقول نطير لك الكونت نطير لك هذه. الحمد لله راه ما طيرليش الكونت ديال البنكه. عاد طير ليا غير الكونت ديال انستغرام يمشي الله نعدي نمو اصلا مراتي ما بقاش نطلع انا كاع في انستغرام ما بقاش كاع نبان لان انا ما نقدرش على هذا النفاق وما نقدرش على هذا الزبل هذا اللي واقع. ما عنديش مع هذا الشيء اللي جات من صاحبتها ما مزياناش اللي جات من جهه اللي هضرات بالحق ما مزياناش. خص كل شيء يكون سينما وكذوب.